أكد النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي أكد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل إقرار القوانين المهمة وإبرازها قانون الموازنة لعام 2023. نأمل أن تشعر المكونات السياسية بأهمية ضرورة تشكيل حكومة قوية، حكومة خدمة جدية اللي تصادق على موازنة 23 واللي تنطلق بالمشاريع المتلكئة وهي بالآلاف، ومن شأن هذا العمل أن يكون هناك حركة اقتصادية قوية تعيد الحياة إلى السوق العراقية وإلى العراقيين. نأمل أن يتفهم الجميع، خصوصا أن هناك دعوات على مستوى دولي تطالب بالاستقرار باعتبار أن العراق يعتبر هو مصدر مهم للطاقة.